محامي سليمان جبوري. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين الكرام على قناتنا الحقائق والوثائق. حلقتنا لهذا اليوم عن الفريق الركن المرحوم كامل ساجد عزيز. في حلقة سابقة تحدثت عن المرحوم بارق عبد الله الحاج حنطة الزبيدي، واليوم أتحدث عن المرحوم والفريق الركن كامل ساجد. بعد احتلال العراق في 9 نيسان عام 2003، صادرت قوات الاحتلال ومسؤولين عراقيين أطنان من الوثائق وكاسيتات فيديو وفايلات وكثير من مباني الجهاز المخابرات والأمن العام والاستخبارات العسكرية ومختلف دوائر الدولة الأمنية، الأمن الخاص، شعبة مكافحة التجسس، شعبة الفنية، كل هذه الوثائق أصبحت لدى دول الجوار ودول إقليمية ولدى أحزاب وشخصيات ولدى الأمريكان ولدى الإسرائيليين. فكثير ملفات غامضة ما كان أحد يعرف عنها أي شيء ظهرت. هذه الحقائق من خلال هذه الملفات. ذكر أن خالد ساجد عزيز الجنابي كان ضابط برتبة نقيب في المخابرات، وهذا غير صحيح. ماكو رتب في جهاز المخابرات، معروف هذا الشيء، كل جماعة المخابرات يعني أكدوا أنه ما الرتبة، يعني حتى لو كان يجي من الجيش أو من الشرطة أو أي مكان آخر ما كان هناك يعني رتب. هذا الشخص اللي هو أخو المرحوم كامل ساجد عزيز الجنابي هرب إلى الأردن يوم 5/6/1999 بعد ما تم إعدام شقيق المرحوم الفريق الركن كامل ساجد عزيز الجنابي في 7/2/1999. طبعا نشرت إفادة خالد الجنابي على مواقع عراقية عام 2003 بعد احتلال العراق، وذكر بفادته أنه وعد من قبل أنه شقيق وعد من قبل المرحوم عدي صدام حسين، ويذكر أنه نتيجة اجتماع عادي بتاريخ 16/12/1999 حضره الرئيس صدام حسين وقصي وعدي رحمهم الله وآخرون في الساعة 11:30 صباحا. شنو مصدر معلوماته؟ ما نعرف يعني منين جاب هذه المعلومات. يقول ثم غادر الى دائرتي، وبعد ربع ساعه جاء العميد الركن كاسب محمد حسين مع ضابطين الى شقيقه وقال له ان صدام يريدك الان. يقول ان الفريق كامل ساجد قال لهم عجيب، يعني انا كنت موجود عند الرئيس قبل قليل، فلما هذا العجله؟ يقول ذهب معاهم ودخل إلى مكتب قصي وحدث نقاش حاد بينهم. فجأة سحب مسدس قصي وأطلق عليه رصاصة برقبته. هذه رواية حسب ما قال خالد ساجد. يقول كما أطلق قصي على المرافقين للشهيد النار فخرا على الأرض أيضا. إحنا ما سمعنا أنه أحد مرافقين معه ولا أهاليهم ظهروا وقالوا أنه أبنائنا قتلوا بهكذا حادث. يعني منين جايب هذا الحكي؟ واقعة استشهاد إعدام المرحوم اللواء الفريق الركن يعني كامل ساجد هي حقيقية ومؤكدة ومعلومة، ورد له الاعتبار، والرئيس رحمه الله يعني تندم على الاستعجال بأمر تنفيذ إعدامه وحتى أنه بكى عليه. وهذا ما ذكره نزار الخزرجي اللي راح نأتي على ذكره وذكره آخرين.
راح نبين أسباب إعدام هذا الرجل. طبعا أنا شاهدت أيضا شهادة لخالد ساجد أخو كامل ساجد في قضية الأنفال وحلبشة، يعني بالضبط يذكر بيها أنه جاي شاهد يقول أني كنت بالمخابرات وسمعت أنه جت أوامر لتنفيذ ضربة كيميائية على حلبشة، وهذا غير صحيح ولا أساس له من الصحة. أنت أخوك شهيد، نعم أخوك راح نتيجة تسرع وقائد عسكري وإنسان شريف ومحترم، فما لازم تلوث اسمه وهذا بأكاذيب. أنت من حقك أن تدافع عن أخوك بأي الوسيلة، أي وسيلة مشروعة. إحنا ندافع عنه كعراقيين، نقول ظلم وما كان لازم يعني يعدم، ما كما لم يعني كان لازم يعدم بارق أو عصمت. زين يحصل هذا في يعني أثناء الحروب وناس تضيع يعني. فمن الإنصاف والوجدان والضمير وإكراما للشهيد أن ما كان تلوث تاريخك مع المحتلين يا خالد ساجد، تروح تنطي إفادة على نظامك الوطني وعلى شعبك، وتحمل المسؤولية للشعب العراقي أنهم قاموا بقصف، القيادة العراقية أمرت بقصف حلبشة. شنو علاقة المخالفة؟ أنت وين كنت قاعد يعني ولتجي المكالمة من يمك وتنتقل من يمك حتى يصدر؟ يعني هذا الشيء ما حدث العاقل بما يعقل. يذكر يقول استفسرت من أحد ضباط المخابرات عن أمر شقيق فأجابني أنه ذهب يهمه. طبعا ذكر لي أحد الإخوان بالمخابرات قالوا ما يشتغل عندنا بالمخابرات خالد، كان ضابط بالأمن وليس بالمخابرات. يعني هذا الشيء أكده وأنا استفسرت منه، لأن أنا شغلي أنا أتقصى حقائق وأقاطع معلومات. أنا قرأت على وسائل التواصل الاجتماعي هاي المقالة أو هاي الإفادة اللي نشرت لخالد ساجد، فيقول أنه نقيب بالمخابرات، وقلت أنه ماكو رتب عسكرية بالمخابرات، فقالوا كان بالأمن العام وليس بالمخابرات. يقول أيضا بعد مرور أسبوع سألته مرة ثانية من دون فائدة، وبعد مضي 45 يوم اتصل بخالد الجنابي مدير سجن أبو غريب العقيد حسن عامر طالبا منه الحضور إلى سجن أبو غريب. يعني وين واحد من يريدون يعدموه يقول له تعال للسجن ويعدموه؟ ماكو هيك شيء أبدا، مستحيل. ذهب خالد مع ولدي الشهيد كامل الجنابي إلى سجن أبو غريب وشاهد بأن فوجا من الحرس الخاص هناك. قال له مدير السجن العقيد حسن عامر أن الفريق كامل معدوم اليوم، إذا ما تأخذونه وتدفنونه فإننا سندفنه. حديث طويل. أيضا روى السياسي العراقي الدكتور ضرغام عبد الله الدباغ اللي يعني كان سجين في أبو غريب وألف كتاب اسمه قمر أبو غريب كان حزينا، سجل به تجربته في السجن عن قصة إعدام الفريق الركن كامل ساعد الجنابي، وجاب الرواية ماله. وهذا رجل صادق يعني وأمين، ضرغام الدباغ إنسان محترم جدا وعلى خلق عالي. يقول جيء بالفريق كامل ساجد، ممكن أن نأخذ يعني شهادته، ممكن جدا أن رجل من الثقات ما مستعد أن يكذب حتى ومنصف. يقول جيء بالفريق كامل ساجد إلى سجن أبو غريب يحمل رسالة إلى مدير السجن العقيد حسن العامر، وحين فتح العامر الرسالة جاء فيها أمر من جهة ما عليا يقول. لاحظوا اخواني الاعزاء مشاهدين الكرام، يبدو ان خالد ساجد اخذ هذه القصه والروايه ونسجها من خلال روايه الدكتور ضرغام الدباغ قمر ابو غريب كان حزينا، حيث ذكر بان العقيد حسن العامري ارسل على اخوه وعدمه، بينما هنا يقول جيء بالفريق كامل ساجد ياسين ابو غريب يحمل رساله الى مدير السجن العقيد حسن العامري، وحين فتح العامري الرساله وجد فيها امرا من جهه عليا يقول مطلوب تنفيذ حكم الاعدام بهذا الضابط فورا فور وصوله اليكم. فحاول المدير وهو يعلم ان لا جدوى محاولتي الاتصال بالجهه العليا
والإيضاح لها بأن الوقت متأخر الساعة السادسة والنصف عصرا، وأن الموظف المكلف بتنفيذ الإعدامات غير موجود. فجاءه الرد: ألو، يوجد بينكم من يحمل مسدسا؟ فقال: نعم. فقيل له: أطلق الرصاص على رأس هذا بدون تأخير. هذا على ذمة الأخ الدكتور ضرغام عبد الله الدباغ. هاي الوسائل إعدامه، ونحن نريد نعرف لماذا أعدم. طبعا راح أجيكم بالأسباب اللي سمعتها يعني من الآخرين. خليني نتحدث عن محاسن ومآثر هذا الرجل. طبعا أحد الشهود، الناس يعني اللي قدم شهادة شخصية عن المرحوم كامل ساجد عزيز، هو كان محافظ ميسان، عمل محافظ ميسان بعد يعني الاحتلال. يقول: كان شخصية الشهيد كامل ساجد قد استهوتني وأدخلت في نفسي آيات من الاحترام والإعجاب له منذ كنت أعمل في مستشفى الأعمار العسكري، نقيب طبيب احتياط وجراح كسور. كان الشهيد آنذاك آمر لواء 66 قوات خاصة، وكان والآمرين والقادة آنذاك وأثناء الحرب العراقية الإيرانية يزورون المستشفى بين الحين والآخر، إما للعلاج أو لمتابعة الجرحى وحالتهم. كامل ساجد كان يزور المستشفى بهدوء، يأتي بدون ضوضاء ولا جلبة ولا حمايات، ويستقل سيارة واز عسكرية بسيطة ويدخل عليهم. يقول: كان كأي مراجع بسيط، وكان هادئ جدا وذو مثل الأخلاق، ولا يرفع رأسه أبدا أثناء الحديث، يتكلم أنظاره تتجه نحو الأرض. وقد علمت متأخرا وحين أصبح محافظ العمارة أنه يقلد الرسول تواضعا. كنت أتابع أخباره حين كان قائدا لقوات الخليج في الكويت، وكيف أبدى شجاعة منقطعة النظير هو والشهيد بارق حنطة. وقد كتب عنهم الكثير من الشهادات كتب عنهم الكثير من الشهادات في كتاب سفر القادسية أبو المعارك، ذلك الكتاب الذي ضم بين صفحاته معلومات وشهادات عجبت في وقتها كيف مرت. يقول: نقل لي أحدهم خبرا صاعقا وخطيرا لم أصدقه، الذي يقول: أثناء انسحاب الجيش العراقي مهزوما من الكويت، كان كامل ساجد وبارق حنطة وضابط آخر يستقلون سيارة واحدة، وقد كان حديثهم ساخطا على السلطة ورئيسها، وقد أقسم الفريق بارق على القيام بإسقاط السلطة انتقاما لتلك الإهانة التي أهين بها الجيش. هذا الحكي يعني ملوى أساس من الصحة، وسبقا تناولته بحلقة عن المرحوم بارق الحاج حنطة. مو هذا الموضوع، موضوع بارق خلاف آني أدى إلى إعدامه بسبب تسرع يعني نقل معلومات خاطئة وتسرع في إصدار القرار. أما المرحوم كامل ساجد فهذا له حديث سوف أذكره لحضراتكم. طبعا اروي هذا الشاهد، أن يقول ابن عمر ابن المرحوم كامل ساجد يعني نقل لي وش بعد إعدامه صديق لابنه عمر، يقول عمر: أرسل صدام بطلب والدي وقال وقد قال لي والدي يريدني أن أكون القائد العسكري الرديف لعلي المجيد لمنطقة البصرة عام 1990 حين هدد كلينتون العراق، وقد قال والدي سوف أرفض المنصب بأني أدافع عن شعبي ونقتله. هذا يحشي من وجهة نظر معادية غير منصفة وغير عقلانية وغير واقعية. نعم يتحدث عن مآثره وعن سلوكه وعن صفاته، وهذا شيء معلوم. الغريب أن الرئيس صدام حسين كان يحب كامل ساجد ويثق به كثيرا، هذه حقيقة، ولا يرد له طلبا، وكان يعلم بالتزامه الديني ويجهده وبجهده الكبير واهتمامه بصرف كل ما يحصل عليه من مكافآت وهدايا من الرئيس في بناء الجوامع وإعانة العائلة الفقيرة. ديدا أغلب القادة العسكريين هذا الأمر بتوزيع المنح والمكافآت والعطايا إلى الناس الفقراء والمحتاجين. يعني أنا كنت سمعت عدة قصص لقادة عسكريين، حتى السيارات اللي تهدى يبيعها ويروح يصرفها وينفقها على الفقراء. طبعا أثناء ما كان محافظ ميسان
جاءه أحد سادة العمارة بعد أن قتل والده في قصف الجيش للمدينة، وطلب أرضا لبناء جامع باسم والده. فعرض عليه مكان مديرية أمن ميسان التي هدمت وحرقت في الأحداث، فاعتذر أهله لكونها أرض ارتكبت عليها، شوف هذا الحديث، الدس، جرائم الأمن. فما كان من المحافظة إلا وبنى عليه جامعا في وسط المدينة، لا زال قائما لحد الآن ومن ماله الخاص، يعني يقصد كامل سعيد عزيز. جامع الرحمن حاليا موجود في المدينة، ويبقى شاهد على إنسانية هذا الرجل والتزامه الديني والأخلاقي. بعد إعدامه نزل تعميم على فروع الحزب بتبرير إعدامه لأنه وهابي، وقد كان عضو القيادة يقول ذلك وعدم التصديق واضح في ذلك التعميم إلى رؤساء المنظمات. يذكر هذا الشخص أنه كان نقيب الأطباء وكان حاضر بالاجتماع، وقد نقل له أحد أصدقائه من عشيرة الزوبع أن كامل ساجد أعدم مع الشهيد محمد مظلوم لاشتراكه معه في محاولة قلب نظام الحكم. وأنا هنا واعتمادا على ما أعرفه وما ذكرته عليه من القصص أشك في ذلك. نعم، لقد أعدم الفريق بارق الحاج حنطة لرفضه إذلال الجيش، لكن كامل ساجد كان مخلصا وملتزما، وكان مع عدم رضاه على ما كان يجري. محط ثقة الرئيس صدام حسين لمعرفته بأمانة كامل ساجد واحترامه القسم. طبعا حديث طويل، كيف قتل كامل ساجد؟ هو أعدم الرجال، لكن احنا اللي همنا لماذا أعدم؟ راح بالأخير تسمعون إلى بصمة صوتية نقلا عن أحد الكوادر جهاز المخابرات الوطني السابق، كيف جرى معه وكيف تم التحقيق معه وكيف أعدم. روايات مختلفة ومتناقضة وكلها لا تستند إلى دليل، لكن كما ذكرت في البداية الدليل المعتبر قانونا هو الذي يعتمد، خاصة إذا كان هناك شهود عيان عندهم علم ومعرفة ودراية بالحوادث وبالأشخاص التي جرت لهم هذه الأحداث مثل بارق ومثل كامل ساجد وآخرين. طبعا اللواء قوات خاصة الركن كامل سادس الجنابي مواليد 1 يوليو 1932 بغداد، هو أساسا كان ضابط شرطة قوة سريار ونقل إلى الجيش، يعني هذه حقيقة، وكان بطل لا يشق له غبار، خاض المعارك المصيرية الكبار وجسد بأخلاقه الفاضلة شرف الجندية العسكرية العراقية، وكان بنزاهته وأخلاقه وتربيته مثلا حيا لكل قائد وطني شريف لم تغره سفاسف الدنيا أو المال الحرام. كرس الرجل عمرو العبادة، يعني أنا سألت على ناس يقولون هذا الرجل ملتزم دينيا وبشكل يعني صوفي، أما موضوع الوهابي ما وهابي هذه المسألة هو اللي يعني جرى التحقيق بصدده. في رواية أخرى، شوف التناقض في الروايات، مرة يقولون المرحوم قصي صدام حسين، مرة يقولون المرحوم حسين كامل، اتهموا عدد من الباحثين والأكاديميين ورجال الإعلام أن حسين كامل أمر بقتل عدد من قادة الحرب مثل بارق الحاج حمطة وكامل ساجد الجنابي عصمة الصابر عمر في اجتماع له معهم تم قتلهم على بعد مشادة كلامية حامية بينه وبين بارق وجماعته، مما جعل الرئيس صدام حسين يحقد على حسين كامل ويضمرها له، وتم اعتبار المقتولين من الضباط من الشهداء الدرجة الأولى، وهذه هي الرواية الرسمية التي ما أعتقد هذا الشيء صحيح. يعني قلنا تناقض في الروايات، يعني الرئيس في ظل وجود الرئيس أكو حد يجرؤ مهما يكون،
باتخاذ هكذا قرار، وخاصة مبارك من قلب مع الضباط أو المرحوم كامل ساجد عزيز، رجل ملتزم مثليا والرئيس يحبه ومقرب له بشكل، وما عليه شائبة نهائيا، يعني مقاعد عام قوات مسلحة. فهذا الأمر يعني غير صحيح ولا أساس له من الصحة. أعزائي المشاهدين الكرام، الآن سأترككم مع البصمة الصوتية المتفردة لكشف حقيقة لماذا أعدم المرحوم الشهيد كامل ساجد عزيز الجنابي. السلام عليكم أخوي الغالي الشريف، يسلمك ويبارك فيك أبو آثار. أنا ممنون لك على الحفاظ على الحقائق والتاريخ، بس موضوع كامل ساجد يعني ما حققت فيه. يعني عندي معلومات عن ليش يعني اعتقل، أو هاي بحكم الاطلاع، يعني لأنه نحكي أمام كادر الجهاز اللي حقق موضوعه واللي حقق وتابع موضوعه، هي مديرية النشاط المعادي كان يرأسها المرحوم عصام خضر، هو اللي حققه. يعني ما حققت ويا كامل ساجد، أو بس أعرف يعني ليش هو اعتقل، يعني بناء على اتصال هاتفي تلقاه من نزار الخزرجي حسب ما سمعنا باجتماع الكادر، وبعدين التحقيق تولاه هو، يعني عصام خضر هو مدير النشاط المعادي والمحقق. فما عندي يعني علم أو تحقيق بهاي القضية. أنا أشكرك، مع السلامة. كان إنسان تنظيم وقالوا متابعين، يعني الأمريكان أثناء تحقيق يعني طرحوا وقالوا شلون كنتوا تتعاملون مع هذول القاعدة. فقلت لهم، ذكرت لهم هاي الرواية، قلت لهم تم متابعتهم بشكل مهني وتثبيت عليهم والاجتماعات وتسجيل وكذا ومراقبة إلى أن، وبهدوء تم اعتقالهم 23 واحد، واللي من ضمنهم كان العدوى كلهم ال 23 عدوى. أشكركم على حسن المتابعة، وأتمنى لكم الصحة والسلامة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محامي سليمان جبوري.